لا لا مش في ماتشين. مساء الخير. على مدى سنين تعودنا مع البروجيكتور. المهم على مدى سنين تعودنا ضيفنا الكريم يمارس معانا سلطة التحكم والإدارة. يوم النقلة إلى كرسي سلطة المعرفة. يوم الدمرة. لا بالعكس، هو الاثنين هو أكيد راح يتناولها بجدارة عالية. حسب سياقات الأمسيات الحوار الإنساني لابد أن نعرف الضيف ولو أن المعرف لا يعرف. لا الآن مع الأمسية اليوم. ضيفنا مهندس أكمل كلية الهندسة جامعة بغداد ومارس الهندسة إلى اللحظة اللي انتهى بها دور الهندسة بالعراق، انتقل إلى دراسة المجتمع ودرس الاجتماع في كلية الآداب جامعة بغداد، ولم يكتفي بنيل شهادة البكالوريوس وإنما بذل جهد وحصل على شهادة الماجستير في دراسة أنثروبولوجية حول المندائيين في العراق، وعضدت هذه الدراسة وعضدت هذه الشهادة في كتاب وعنوانه سحر الفضة سحر الماء. تمام؟ سر الماء. سر الماء. ضيفنا ما يحتاج يعني حافظ ضيفنا موسوعي الاطلاع وموسوعي المعرفة، يعمل في مجال الإعلام، له عمود ثابت في صحيفة القدس العربي، وهو ضيف دائم على معظم الفضائيات لأغراض التحليل وإبداء الرأي. اليوم بحسب تخصصه في مجال الأنثروبولوجيا وتزامنا مع أربعينية الإمام الحسين عظم الله أجورنا وأجوركم فيها، سيتحدث في الشعائر الحسينية من الجانب الأنثروبولوجي. أتمنى أن ينال الحديث استحسان الجميع. رحبوا معي بضيفنا الأستاذ صادق الطائي. إذا أمكن التليفونات بعد إذنكم. مساء الخير وشكرا لتجشمكم عناء المجيء لهذه الأمسية. الشكر الكبير لأستاذنا الدكتور تحسين الشيخلي على هذا التقديم. راح يعني أحاول أنه أستثمر الوقت لأنه الموضوع شوية لازم نلم بتفاصيل كثيرة. بالبداية التقديم أو الفرشة النظرية للموضوع راح يعني أستخدم بها منهجية المنهجية الفينومينولوجية أو الظاهراتية اللي هي يعني تكون مناسبة لدراسة موضوعات الظواهر الاجتماعية. استخدام هذه الطريقة أو المنهجية يعضدها باستخدام طروحات في علم الاجتماع والانثروبولوجيا، بالذات العلماء الرواد اللي تناولوا بالدراسة الظاهرة الدينية، وأهمها اللي أسسوا لهذه المسألة هو عالم الاجتماع الفرنسي أميل دوركام وعالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر. التناول العلمي بالظواهر الدينية في العلوم الاجتماعية يتطلب من الباحث أن يكون متجرد وموضوعي ويحاول جهد الإمكان أن يضع معتقداته وإيمانه جانبا عندما يبحث موضوع ديني.
أنا الحقيقة كان يعني لي موضوع سابق مثل ما أشار الدكتور تحسين في دراسة أنثروبولوجيا الأديان أو أنثروبولوجيا الطوائف الدينية في دراسة ميدانية عن الصابئة المندائيين في العراق، وهي كانت من الدراسات نسبيا الدراسات الأكاديمية الرائدة، لأنه قبلها كانت أكو كتابات انطباعية، كتابات صحفية، يعني لم تدرس دراسة علمية أكاديمية. فلذلك يعني أقدر أقول أنه عندي ما يؤهلني من القدرات العلمية والأكاديمية أن أتكلم في موضوع العاشوراء أو ظاهرة العزاء الحسيني أنثروبولوجيا. الجزء مهم أيضا من الفرشة النظرية يجب أن نقوله هو اللي يسموه الليترتشر ريفيو أو الدراسات السابقة في موضوع الدراسة العزاء الحسيني. لم يحظى بدراسات أكاديمية جامعية كثيرة. أنا أتكلم عن اللغة العربية والإنجليزية فقط، ممكن أن يكون هناك دراسات باللغة الفارسية في جامعات إيران، لكن أنا الحقيقة لم أطلع عليها. النقطة الأساسية في هذا الموضوع أن التشيع بصورة عامة الآن أصبح تقريبا الرقم اللي راح نقوله تقريبا يعني مقبول، أنه عدد population العدد المسلمين في العالم هو تقريبا مليار الآن يتعاملون مع هذا الرقم. 10% من المليار مسلم هم الشيعة، فيعني بحوالي نحن نتكلم عن حوالي 100 مليون. لم يكن هنالك أنشطة أو دواعي تدفع المستشرقين والباحثين والدارسين لدراسة المجتمعات الشيعية والظواهر الدينية عند الشيعة. كانت أغلب الدراسات منصبة على الفقه والتاريخ والحديث النبوي والدراسات القرآنية، بشكل عام تأخذ الجانب السني. جزء قليل من الدراسات صار عن الشيعة وتحديدا من بعض المستشرقين الألمان، كانوا مهتمين بموضوع الحقيقة هم عرجوا عليهم من دخلوا على التشيع من التصوف، من اهتمامهم بالتصوف دخلوا على التشيع. الاهتمام انصب يعني أو بدأت دراسات أكاديمية تظهر بعد الثورة الإيرانية، بعد الثورة الإسلامية في إيران، بعد سنة 79 بدأت الدخول إلها من تأثيرات سياسية، أنه شنو ذول الشيعة وشنو هذه الفقهاء اللي دا يسوون دولة. فبدأت دراسات عن هذا الموضوع، لكن أغلبها أخذت المنحة الجانب السياسي من الموضوع وليس الدراسات أنثروبولوجية أو سوسيولوجية. من الدراسات المبكرة في المكتبة العربية، الدراسات بالمكتبة العربية عن موضوع التشيع أنثروبولوجيا أو سوسيولوجيا قليلة، لأنه الدول العربية اللي بها شيعة يعني هم غير فاعلين بها. يعني العراق هو بأكبر يعني كدولة أكبر دولة عربية بها شيعة، لحد 2003 كانت أكو موانع وضغوط على هذه الدراسات، وبالإضافة إلى وجود يعني ما يمكن أن نسميه جاليات أو أقليات في سوريا وفي لبنان وفي دول الخليج العربي يعني المنطقة الشرقية من السعودية وعمان والإمارات والبحرين والكويت، رغم أنهم يمثلون ماجوريتي أو أكثرية بالبحرين، لكن لأنه هو البوبيليشن مال البحرين هو نفوسهم 500 ألف، فحتى 70% هم عدد صغير ما يدفع باتجاه أنه يعزز الدراسات في هذا الموضوع. الدراسات الرائدة عندنا بالمكتبة العربية والمكتبة العراقية تحديدا هي دراسة أستاذنا عالم الاجتماع العراقي الدكتور إبراهيم الحيدري، التي كانت جزء من متطلبات دراسته لنيل درجة الدكتوراه في جامعة برلين سنة 68، وهي دراسة أنثروبولوجية عن العزاء الحسيني، سواها بالمنهجية الأنثروبولوجية المعروفة بالمراقبة بالإقامة، المراقبة بالمشاركة أو بالإقامة. فتفرغ لمدة 6 أشهر في مدينة الكاظمية اللي هي مدينته، وكتب دراسة أنثروبولوجية عن العزاء الحسيني، وكانت هي رسالته للدكتوراه.
بعدها بعد ذلك طور هذا الموضوع وترجمه، يعني ترجم الجزء من عنده من الرسالة وأضاف عليه ما تطور عندما كان عندما انتقل للإقامة في بريطانيا، وأصدر في كتاب عن دار الساقي سنة 1999 باسم تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي. هذه الحقيقة دراسة رائدة عن هذا الموضوع، تتناول بالتحليل بالمنهجية العلمية للأنتروبولوجيا والسوسيولوجيا، لأنه من البداية محدد منهجه من هو المنهج السوسيو أنتروبولوجي. الدراسات الأخرى اللي ممكن أن نشير لها، دراسة مهمة لباحث عراقي هو الدكتور صلاح الدين العامري، أكملها أو يعني أتمها كرسالة أيضا كرسالة أكاديمية، رسالة الدكتوراه في الجامعة التونسية، كانت بعنوان صناعة الذاكرة في التراث الشيعي الاثني عشري زيارة المراقد نموذجا. هو ماخذ الحقيقة ليس فقط العزاء الحسيني أو طقوس عاشوراء، لكنها جاءت جزءا من صناعة الذاكرة الشيعية. فالظاهرة يعني الرسالة الوحيدة هي رسالة الدكتور إبراهيم الجعفر إبراهيم الحيدري عفوا عن اللي مغطي كل العزاء الحسيني بكل تجلياته أنتروبولوجيا. المواضيع الأكاديمية الأخرى تتناول جوانب، يعني أكو رسالة من معهد المسرح في موسكو عن المسرح الحسيني، عن التشابيه بالثمانينات صدرت، ما يحضرني اسم كاتبها، ورسالة الدكتور حمزة الحسن الباحث السعودي، أيضا جزء من رسالته للدكتوراه في سوس اللي هي طقوس التشيع الهوية والسياسة، ماخذها تقريبا من جانب العلوم السياسية وتحديدا من نظريات الهوية، نظريات الايدنتيتي، لكن مار على الطقوس وتأثيرها في رسم الهوية. علماء الأنتروبولوجيا خصوصا من المدرسة اللي هي شائعة جدا اللي هي يسموها الوظيفية، المدرسة البنائية الوظيفية، أباء هذه المدرسة اللي هم بداية القرن العشرين بدأت يفضلون عدم استعمال التاريخ بالبحوث الاجتماعية. كانوا أساتذتنا يعلمون أنه عندما تدرس ظاهرة اجتماعية تأخذها بمعزل عن تاريخها. يعني أكو مقولة لرادكليف براون اللي هو أحد آباء علم الأنتروبولوجيا، يقول أنه أنت عندما تريد أن تسوق سيارة ما يحتاج أن تعرف تاريخ السيارات، تاريخ صناعة السيارات. وهكذا عندما تتعامل مع ظاهرة اجتماعية قيد الدراسة أو مجتمع قيد الدراسة، أنه أنت تدرس بما هو عليه حتى تعرف الأنساق مالته أو السيستمز اللي موجودة به حتى توصفه صح. وهذه الحقيقة بعجالة جاءت ردا على مدارس قبلها بالقرن 19 كانت مسيطرة الداروينية الاجتماعية، ما يسمى بالداروينية الاجتماعية، اللي هي تحاول انه كل شيء تحط له تاريخ تطوري كل الظواهر. وهذه بداية الانتروبولوجيا بدأت منها بالقرن 19، انه تاريخ الأديان، تاريخ نظم الزواج، تاريخ العلاقات الاجتماعية، تاريخ القيادات السياسية. فكانت المنصبة يتعاملون ويا المجتمعات البدائية، فهذه المجتمعات ما كان عندها تاريخ مكتوب، كانت أغلبها تواريخ شفاهية. والعلماء الأنتروبولوجيا الرواد يعني مثل جيمس فريزر وهذا الجيل اللي هم بالقرن 19 كانوا يتعاملون مع الموضوع ليس تعامل مباشر مع المجتمع، إنما يعتمدون على الناس اللي جمعوا لهم هاي المعلومات من يعني الباحثين، ضباط القوات الاستعمارية، الرحالة، يجمعون معلومات ويجيبوها للباحث مثل جيمس فريزر مثلا في كتاب الشهير الغصن الذهبي اللي هو كتاب عن السحر والدين، الكتاب اسمه عن السحر والدين. فيجمع بطريقة من كل المجتمعات بالعالم حتى يحط فد
فد باراديم او فد بروتوتايب يرسم بيه تطور الدين او تطور السحر، يعني تطور المفاهيم الدينيه. وهذه جت الوظيفيه البنائيه بالقرن العشرين ردا عليها، فقالوا للطالب وللباحث انت تبتعد عن التاريخ، لا تستعمل التاريخ. لكن بعد ذلك جوي يعني مجموعه باحثين مثل يعني ايفانس بريتشارد احدهم، وايضا من اباء الانثروبولوجيا لانه درس في مصر، وراديكليف براون ايضا درس الطريقه السنوسيه بليبيا، سوى دراسه انثروبولوجيا عنها. بهذه المناطق التاريخ موثق، تاريخ موجود، فيساعد الباحث جدا على فهم الظاهره. فلذلك انا استعانت بالتاريخ في النظر انثروبولوجيا، لانه عندنا تاريخ لهذه الظاهره كيف بدات، رغم انه في جزء من عنده ممكن ان يكون تاريخ ظني غير يعني غير مؤكد غير متيقن، في اختلافات في الروايات، لكن على الاقل الاطار العام تاريخيا يجب ان نستفيد من عنده. فمثلا من ضمن هذه الاشياء نقول انه اتباع المذهب الشيعي الامامي مارسون طقوس الحزن، هذه يعني طقوس العزاء الحسيني، هو مختصين بطائفة اللي قلنا عليهم الشيعة، تتمثل بعدة تمظهرات لهذه الظاهرة، ظاهرة العزاء الحسيني، من عدها المواكب، منها المناحات، منها قراءات التعزية، منها طقوس تعذيب الجسد أو طقوس إدلال الجسد، منها الطقوس الطبخ، الوجبات الطقسية وغيرها. هذه بدأت طبعاً استناداً على المعطيات التاريخية، هي باستشهاد سبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 61 هجرية في معركة اللي هي معروفة بمعركة الطاف، لما كان تعامل الخلافة الرسمية اللي هي الخلافة الأموية، الخليفة يزيد بن معاوية كان في دمشق، فأرسل جيش من الشام لقمع هذا التمرد اللي حصل في العراق، وبالنتيجة قتل الإمام الحسين مع 70 أو تقريبا 70 من أهل بيته ومن أتباعه. هذه الحادثة بحد ذاتها تاريخيا ممكن أن يعني نشاهدها متكررة كثيرا، يعني متمردين كثر خصوصا بالقرن الأول الهجري حصلت تمردات على الخلافة كثيرة، لكن خصوصية هذه الشخصية وهذه المقاتل هي اللي سببت هذا الثقل في التاريخ، يعني صار تغير في التاريخ من هذا. يعني بعض اللي أرخون للشيعة يعتبروهم هم أتباع الإمام علي بن أبي طالب، وكانت هنالك خلافات سياسية على موضوع الخلافة في الفترة الأولى المعروفة يعني المسمات عرفا بالخلافة الراشدة من الخليفة الأول إلى الخليفة الرابع، لكنها لم تكن واضحة كهوية إلا بعد مقتل الإمام الحسين، يعني صار أكو هوية مختلفة غير ما موجود سابقا. هذه النقطة، لأنه الحادثة حصلت بعد وفاة الرسول تقريبا بنصف قرن، فأكو جيل من الناس من شهدوا يعني كانوا حاضرين مع الرسول ويعرفون مدى علاقته بهذا الشخص اللي هو حفيده والمقرب منه، ولأنه الرسول ما كان عنده أولاد فكان يعتبر أولاد فاطمة هم أولاده، فقيمته كبيرة جدا عند مؤسس الديانة، فأنه يقتل هذا الشخص بهذه المكانة وموجودة في كتب الحديث الشيعية والسنية الكثير من الأحاديث اللي تركز على أنه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتا رسول الله، كل هذه الأحاديث تدل على مكانته، لكن مع ذلك قتل هو وأهل بيته. وأضيفت عليها المأساة الأخرى أنه قطعت رؤوس هذه الرجال اللي انقتلوا، وذهبوا بها إلى مقر الخلافة في دمشق، وسبيت نساء البيت الحسين، آل الحسين سبيوا، اللي هي أخته وبناته وزوجته، وهذه هذولا يعني هم عائلة الرسول، فهذه كان لها دلالات كبيرة تثير المآسي.
من يعني أمر بأجالة على الذكر التاريخي إنه متى أريد إذا أريد أن نأرخ للظاهرة يعني نشوفها تاريخيا شو وقت من الإشارات اللي مذكورة بها. فمثلا ابن الأثير يذكر هو مؤرخ شيعي في كتاب الكامل بالتاريخ إنه العاشر من محرم سنة الظهور العزاء الحسيني الواضح لمن يطلع على التاريخ كانت هنالك مناحات وعزاءات بشكل يعني متناثر هنا وهناك من سنة 61 هجرية إلى بدء ما يعرف بسيطرة البويهيين على الخلافة العباسية. سيطرة البويهيين تقريبا من 330 هجرية إلى 440 حدود يعني 333 إلى 460 هجري السيطرة البويهيين في هذه الفترة لأنه البويهيين شيعة يعني ظهرت ظاهرة العزاءات الحسينية وأخذت الكثير من شكلها في هذه الفترة. فيذكر مثلا في ابن الأثير بالكامل بالتاريخ بالعاشر من محرم سنة 352 أمر معز الدولة أن يغلق الدكاكين ويبطل الأسواق والبيع والشراء وأن يظهر النياحة ويلبس قباما عملوها بالمسوح وأن تخرج النساء منشرات شعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابهن يدرن في البلد بالنواح ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي ففعل الناس ذلك. هذه إشارة واضحة تبين لنا شنو السياقات اللي راح تمشي بها هذه الظاهرة. مؤرخ سني تناول الموضوع أيضا اللي هو ابن الكثير في كتاب البداية والنهاية اللي هو على طريقة الحوليات. ابن كثير يكتب التاريخ أنه حوادث سنة سنة مو يعني حوادث مجتمع. ففي حوادث سنة 389 يقول بها ابن كثير لما كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشوراء مأتما يظهر فيه الحزن هنا لأنه شوف 389 يعني بعد 50 سنة تقريبا من سيطرة البويهيين صارت أكو هوية صار أكو ايدنتيتي للتشيع يعني العزاء الحسيني صار له هوية. فالهوية الأخرى أو الهوية المضادة اللي تريد تظهر بنفس الطريقة حسب ابن كثير فيقول لما كان الشيعة يصنعون في يوم عاشوراء مأتم يظهرون فيه الحزن على الحسين قابلتهم طائفة من جهة أهل السنة فادعوا أنه في اليوم 12 من محرم قتل مصعب بن الزبير فعملوا له مأتما كما تعمل الشيعة للحسين وزاروا قبره كما تزور الشيعة قبر الحسين وهذا من مقابلة البدعة ببدعة مثلها. هذا حسب رأي ابن كثير. هذه اللمحة التاريخية خلت لنا يعني الخطوط العامة للظاهرة ظاهرة العزاء الحسين. مثل ما أشرنا أنه الطقوس الدينية بالنسبة لنظريات العلوم الاجتماعية الطقس مهم جدا لأنه حسب دوركايم سوف نشوف تعريفات دوركايم أنه هو يعتبر الجانب العملي أو الذي يظهر الطقس هو الجانب العملي من الدين أو الذي ينقل أو يوضح الصورة للدين شنو الدين لأنه التعاملات والمعتقدات والإيمان هذا مسألة قد يعني ما تبدو يعني بين الخالق والمخلوق لكن الطقس هو الغاية من الإظهار. فلذلك ركز كثيرا أميل دوركايم على هذا الموضوع وكذلك ماكس فيبر بالتحليلات وتحليلاتهم كانت منصبة بشكل كبير على تأثيرات الحداثة كيف أثرت الحداثة على الظاهرة الدينية وعلى الطقوس تحديدا يعني. فبالنسبة للطقوس الكثير كلمة طقس أو طقوس ممكن أنه لقي عشرات إذا يعني أنا ما متأكد بس يعني مئات ممكن أنه توصل التعريف للطقوس في العلوم الاجتماعية بس أكو تعريف اللي هو الإنسايكلوبيديا بريتانيكا اللي هو الموسوعة البريطانية الطبعة 11 يعني من نشوف مثلا كلمة طقس بالموسوعة البريطانية نشوف تطوره كان من تقريبا 4 أسطر بالطبعات الأولى وصورا إلى الطبعة 11 أخذ تقريبا أعتقد 6 كولومات اللي هو بدأوا يأخذون الرأي أو يستكتبون علماء اجتماع أنثروبولوجيا. طبعة 11 اللي صدرت سنة 1910
اعتمد واللي اعتمدت على آراء العلماء اجتماع الأنثروبولوجيا تعرف الطقس هو ظاهرة ثقافية توجد في أغلب الأديان، ويمكن وصف الطقس بأنه جزء محوري في كل دين، وهو نوع من السلوك الرتيب المتكرر، هذه جدا مهمة، الذي يرمز ويعبر عن جوهر ما بهذه الطريقة، جوهر ما يعبر عنه عن طريق الطقس، وهو مظهر يرتبط بشكل متباين بالوعي الفردي للتنظيم الاجتماعي. يعني شنو؟ يعني أكو ثلاث أشياء رئيسية في كل طقس، طقس الديني، اللي هي التقعيد، يعني أكو قواعد إلى منظمة صعب أنه تتغير، هذه القواعد ترسى، ممكن أنه ما حد يعرف أصلاً من ينبدأ، لكنها هي قواعد ثابتة، هذه النقطة مهمة. التكرار، أنه في كل سنة أو في كل مثلاً حسب، يعني في كل شهر، في كل موسم، في حسب، يعني التكرارات الزمنية أيضاً مهمة جداً. والنقطة الأخيرة الشحنة الرمزية العالية اللي يحملها الطقس، يعني هذه الشحنة اللي بها عواطف وبها تعبيرات رمزية وبها ممكن أنه ما تكون معلومة أو واضحة بحد ذاتها، لكنها البعض رآها أنها تحمل أشياء قد تكون اختفت، رموز لأشياء قد تكون اختفت. هذه النقاط كلش مهمة. أميل دوركايم اللي أشرنا له قبل قليل يعتقد أنه الدين هو شكل الطقس، الدين هو الشكل المنظم والمؤسساتي للمقدس، هذا الشيء المقدس الدين يعبر عنه، وتعبير الدين عن المقدس يظهر بشكل للآخر. يعني أنت عندما تشوف أنه الشخص الفلاني ينتمي إلى الدين الفلاني، ديانة الهندوسية والبوذية المسيحية اليهودية أي شيء، أنت ما راح تعرف، يعني ما راح يكون ظاهر من عنده إلا الطقس اللي يؤدي، فلذلك الطقس بالنسبة للآخر هو جزء أساسي من الهوية التي يعبر عنها. نقطة مهمة وأساسية يجب أن نشير إليها حتى ننهي هذه فقرة علاقة الطقوس بالعلوم الاجتماعية، اللي هي طقوس إيذاء الجسد. حقيقة الكثيرين ينظرون في أنه يعني بامتعاض وبريبة وبشك إلى طقوس إيذاء الجسد، لكنها موجودة وقديمة في كثير من الديانات القديمة والديانات الإبراهيمية، اللي هي تعتبر طقس إيذاء الجسد يعتبر طريق للتطهر أو طريق للوصول إلى الاتصال بقوة عليا، فعن طريق إدلال الجسد، يعني هذه موجودة، مسألة إدلال الجسد موجودة بشكل واضح وكبير عند المتصوفة عن طريق اللي يسموها الرياضات الروحية، اللي هي الصوم الطويل، الكفاف، ويصل في بعض الأحيان إلى إيذاء الجسد يعني الضرب أو القطع أو التجريح أو يعني الكثير من هذه الطقوس اللي أشار لها، يعني لمن يريد أنه يعني يبحث بتفاصيل عن الموضوع في كتاب جيمس ريزر عن الشعوب البدائية، علاقة السحر والدين بطقوس إيذاء الجسد. نأتي الآن على تجليات الظاهر أو ما يسميها البعض تمظهرات الظاهر، العزاء الحسيني كيف يظهر، شنو اللي نشوفه من العزاء الحسيني كظاهر أنثروبولوجي. الشيء الأول هو المواكب. الموكب هو مثل ما تعرفون، يعني من اسم الكلمة المعروفة باللغة العربية، هي مسيرة، يعني مسيرة ناس ديسيرون. هذه المسيرات هي الشكل الأول اللي قبل قليل كان أستاذ سعد وهو مختص في هذه المسألة كنا نتكلم عن الأول مسيرات اللي ذكرها أيضا ابن الأثير في زمن البويهيين، أنه طلعت مواكب للاطمين وباكين من نساء ورجال. فهذا الشكل من مسيرة ناس يظهرون الحزن، هذا الشكل الأول للظاهرة. هذه المواكب ممكن أن تصنف وتوز يعني حسب أنواع وأنماط، لأنها تأخذ أكثر من شكل. هنالك مثلا مواكب اللطم اللي هي عندما يمشون مجاميع باتجاه ذهاب باتجاه إلى مرقد
أو مقام أو مسجد أو حسينية، ممكن أن يكون هنالك في المقدمة قارعي طبول أو الدمامات اللي هي تسوي إيقاع للمسير، وهنالك القارئين من يقرأ أشعارا أو ندبا أو نواحا، وتقابل باللطم. اللطم ممكن أنه يكون ضرب الصدور أو ضرب الرأس أو هذه المسألة يعني. اللي يشاركون بها ما مقنن أنه فلان يعني مثلا ما مقنن على الجنس، يعني الرجال يشاركون النساء ما يشاركون الأطفال يشاركون، هذه لا، المواكب مفتوحة وممكن أنه يمشون بها، بس عادة الأكثر هي مواكب الرجال عادة يعني. مواكب ضرب السلاسل هي نوع آخر من المواكب أو المسير، لكنها يعني هنالك إيقاع يصاحب بضرب الأجساد أو ضرب الظهور بما يسمى سلاسل، أو بالعراق إحنا نسميها ضرب الزنجيل، اللي هي عبارة عن أداة أو تول يعني يدة أو هاندل يعني تمسك منها، وبها ذؤابات مثل من الزناجيل أو السلاسل تستعمل لضرب الظهر. البعض يغالون فيها فيضيفون لها مثل الشفرات يعني للإيلام أكثر. هذه ما يمارسها يعني يمارسها الرجال فقط، غير موجودة ممارسات نسائية. في بعض الأحيان قامت تظهر بعض الحالات الفردية وبعض النساء يشاركون مشاركة بسيطة يعني. النوع الآخر اللي هو ما يعرف بمواكب التطبير أو المسيرة اللي يصاحبها التطبير. التطبير هو أيضا من طقوس إداء الجسد، محدد بوقت معين، هو يبتدأ في فجر العاشر من محرم، يعني مو كل الأيام. مواكب اللطم، مواكب المسير، مواكب الزنجيل ممكن أن تكون متوزعة في الأيام الأخرى، لكن موكب التطبير هو في فجر العاشر، وله قواعد وله زي موحد. يعني الموكبين الأولى والثانية ما لها زي، ممكن أي ملابس أنت لابسها، قسم يعرون الرجال يعرون النصف الأعلى من جسمهم ويمارسون هذا الطقس. موكب التطبير له زي خاص اللي هو يلبسون الأكفان بالدلالة على بها رمزية للتماهي مع الاستشهاد أو الاستعداد للاستشهاد في قضية الحسين. الهتافات تكون موحدة عادة بمواكب الزنجيل ومواكب التطبير، تكون موحدة وقصيرة ومختضبة وتؤدي غرض مثل الغرض الإيقاعي الهت يعني، لأنه مواكب اللطم بها قراءة طويلة يعني، بس هذه مثلا تأتي مع إيقاعات مثلا يا حسين أو يا أبا الفضل أو يا قائم آل محمد أو حيدر مثل ما راح نشوفها في بعض الفيديوهات. أكو عندنا شيء آخر اللي هو يعني جزئية من الموكب التطوير اللي يسموه موكب المشق. المشق هو أعتقد الكلمة جاية من الامتشاق، اللي هي رفع السيوف أو ما يعرف بالقامات اللي هي السكاكين الكبيرة، ومن تشوفوها هسه راح أشغل الفيديو تشوفوه، هي كأنما حالة استنفار للحرب يعني، لأنه يبتدأ المشق مع إطلاق النفير البوق يطلق، فكأنما ابتدأت المعركة، وهي بها حركات بس ما بيضرب يعني، بس تلويح بالسيوف، ومع كلمة واحدة مع الدمامات كلمة حيدر، والإيقاع مالتها موحد اللي هو كلكم سامعين اللي هي دم 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 حيدر. فهذا الإيقاع هو إيقاع حرب، هسه تشوفون بهذا الفيديو. هذه طبعا لانه مو مسيره، لانه هذا الفيديو من المنامه، فبي خصوصيه المنامه يعني في البحرين. تشوفون بس التلويح يعني، بس تلويح بالسيوف أو السكاكين.
هذا اللي شفناه هو النموذج للمشق أو موكب المشق يسموه، لأنه عندنا في النجف في كربلاء في المواكب يكونون يمشون في الشارع وتصير هذا الاستعراض أو المشق. ما دام احنا يعني حتى من ننهي هذا الجزء من المواكب يجب ان نمر على شيء اللي هو اسمه رقضة طويريج. هذا يمكن الكثيرين سامعين بهذه المسألة. طويريج هو احد الأقضية التابعة لمحافظة كربلاء تقريبا 20 كيلو، وهذه الظاهرة مثلا من الأشياء المستحدثة اللي هي تصير يعني قليلة تصير بالطقوس، يعني انه يدخل استحداث. هو الحقيقة هي مو يعني هي موكب، هي جزء من موكب حال المواكب الأخرى. هذه ظهرت بزمن آية الله صالح القزويني وبعدين ابنه سيد هادي القزويني اللي هم بالقرن 19 يعني نهاية القرن 19 تقريبا. سيد هادي القزويني بداية القرن 20 كانت تطلع من بيت سيد هادي القزويني بطويريج وتذهب. تبدأ هذه ميزتها الرمزية اللي بها، يعني هنا أنا أحب أن أقرأها، أنه تبدأ من قنطرة السلام اللي تقع على طريق طويريج، سميت الممارسة لذلك برقضة طويريج. القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومترات عن مركز المحافظة، وتبدي الرقضة تبدي بعد أذان الظهر، يعني بالمعنى الرمزي أنه الإمام الحسين يعني الآن قتل، يعني توا قتل، فتبدي رقضة طويريج اللي هي بعد أذان الظهر اللي هي بالوقت اللي يسقط به الإمام صريح على رمضاء كربلاء. وكأن هذه الحشود جاءت لنصرة الإمام الحسين لكنها وصلت متأخرة، لم تلحق على نصرة الإمام الحسين. فهذه تختلف عن المواكب أن لها سياق محدد. أنا طبعا هذه يعني شايفها ومصورها، يعني أنه تجي الرقضة رجال ما بها نساء، نساء يكونون واقفين على الجانبين، بس ضرب على الرأس، يضربون على الرأس، وهتاف موحد هو يا حسين أو حسين، وبإيقاع سريع متسارع، يعني حسين 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 حسين، وتبدأ الرقضة وتدخل من باب تدخل من باب الإمام من أحد من باب القبلة، يطلعون من باب المقابل مرقد أبو الفضل العباس، فيدخلون بمرقد الإمام العباس وتكون هذه الممارسة انتهت. هذه ممارسة مضافة، وكان يعني مثلا من الرمزيات اللي بها أنه كان يطلع سيد هادي القزويني رغم أنه هو آية الله، يعني كان واحد من آيات الله اللي هم المجتهدين عادة ما يشاركون بهذه الطقوس يعني، أو يكونون على هامشها، كان يطلع على الفرس مع الرقضة، وبقى إلى أن توفى، وأعتقد توفى 38. ابنه ما كان عنده هذا الاستعداد، فقامت احتفاء، إذا تشوفون إذا أكو رقضات قديمة مصورة تطلع الفرس يعني لابسة يعني حاطين عليها الأقمشة هذه وتركض بدون فارس، كانت تركض معهم بدون فارس. هذه نكون خلصنا موضوع المواكب. نجي على طقوس إيذاء الجسد. طقوس إيذاء الجسد مثل ما أشرنا أنه هي جزء من الظاهرة الدينية وموجودة في العديد من الأديان الإبراهيمية والأديان الشرقية بشكل عام. بالظاهرة العزاء الحسيني عندنا عدة كاتيجوريز أو يعني تصنيفات في الطقوس إذاء الجسد، منها اللطم. اللطم يمارسو النساء والرجال، النساء يمارسون اللطم في الأماكن المغلقة عادة في البيوت، في القراءة التي تمارسها النساء، وقارئة العزاء الحسيني المرأة تسمى الملاية، أما قارئ العزاء الحسيني فيسمى الرادود. المرأة عادة أو النساء يلطمون بطريقة مختلفة عن لطم الرجال، اللي هو ممكن أن يكون الرجل مثل ما ذكرنا أنه يعري نصف الأعلى من جسمه ويلطم إلى حد أنه يتسيل الدماء من عنده. ضرب الظهور بالسلاسل عفو شرحناه قبل قليل بمسألة المواكب،
وهو هذه أستاذنا الدكتور إبراهيم الحيدري في موضوع في رسالته يذكر أنه طقوس إيذاء الجسد خصوصا يعني المبالغة اللي هي ضرب السلاسل وضرب القامة لم التطوير يعني لم تكن موجودة، العراق لم يكن يعرفها إلى حد منتصف القرن التاسع عشر. وممكن هذه تكون الملاحظة الدقيقة، هو شاعر إلى مصدرها، لأنه في منتصف القرن التاسع عشر يعني أعتقد 1857 الشاه ناصر الدين قاجار كان من المولعين أو من المهتمين جدا بالطقوس الحسينية، خصوصا موضوع التشابيه صرح نجي عليه أيضا، فدعم هذه المسألة. وممكن أنها تكون جاءت من يعني في هذه الفترة مع الزوار، تحديدا الدكتور إبراهيم الحيدري يشير إلى موضوع الزوار الأذاريين الأذربيجانيين، ويقول أنه القامات أشهر القامات هي القامات الروسية والقامات الأذربيجانية كصناعة، يعني كصناعة سيوف وقامات. الضرب الجسد بالسلاسل جاء من الزوار الهنود والباكستانيين، من شيعة الهنود والباكستانيين، وانتقل إلى العراق. بعض يأخذون هذه أريد أشير لها بعجالة، أنه أنه يشيرون إلى إشارة الدكتور علي شريعتي على أنه هذه الطقوس وتأثير الصفويين في ترسيخ هذه الطقوس. الحقيقة هناك مشكلة كلش كبيرة في التعاطي مع كتابات علي شريعتي، الدكتور علي شريعتي، رغم أنه درس علم الاجتماع في السوربون، لكن يعني ما أريد أقول كل، بس أغلب كتبه هي إملاءات، يعني هي محاضرات في حسينية الإرشاد وتم كتابتها، لذلك يعني لم ترصن بمصادر وما فيها إشارات، فهي كلام مطلق، وفي بعض الأحيان في نقاط جوهرية كلام مطلق على عواهنه، مثل أنه كان هنالك في زمن الدولة الصفوية وزير للشعائر الحسينية ذهب إلى أوروبا الشرقية واستورد الشعائر إيذاء الجسد من أوروبا الشرقية من الأرثوذكسية اللي هي الجلد والتطوير طبعا هذه من أي واحد ممكن أنه يذهب إلى أي كتاب تاريخي يلقى المعلومة خاطئة، هذه 100%. وطقوس إيذاء الجسد يعني الجلد والتطوير جاءت علاقتها بالديانات الشرقية والهند أكثر من علاقاتها بالأرثوذكسية. أخيرا أكو موضوع الطقوس إيذاء الجسد، طبعا موضوع سجالي وصارت به نزاعات كثيرة، وصار يعني في وقت ما أصبح موضوع حتى اقتتال، يعني في بعض الأحيان حاولوا مع الحداثة بعض الفقهاء أو المرجعيات العليا أن يحدون أو يقلصون تأثيره، ومن أبرزهم كان في فترة كلش مهمة وحرجة في حقبة أربعينات القرن العشرين كان سيد أبو الحسن الأصفهاني، كان من يعني حاول أنه يمنع هذه، فبدأ الناس العامة يعني عامة شيعة يسمون الفقهاء يصنفوهم إلى صنفين، الصنف الحسيني والصنف الأموي، يعني الصنف الحسيني اللي مع الطقوس والصنف الأموي اللي ضد الطقوس. والكارثة أنه كان السيد أبو الحسن الأصفهاني كان يصلي جماعة في الحضرة العلوية، وكان ابنه والمفروض أنه معاد لأن يكون خليفته كان يصلي خلفه، فجاء أحد المتشددين من الشيعة المتشددين للطقوس وذبح الابن وهو يصلي، ووضعوا رأسه في حضن أبيه وهو في الصلاة. فهذه كانت أحد يعني قمم الصراعات على هذا الموضوع. قراءة التعزية الحسينية هي التجلي أو التمظهر الآخر، وهي جزء مهم لأنها ترسخ الطقس بعبر انتشار التنغيم. وقراءة التعزية اللي يقوم بقراءة التعزية ليس رجل دين، ممكن هو يسمى قارئ الآن أو أصبحوا يطلقون عليه منشد، لكنه في الأصل كان يسمى الرادود، والرادود كلمة يعني ليس قليلة الشأن، لا كلمة محترمة وجيدة. هنالك نجوم في الرواديد، يمكن من أشهرهم تاريخيا حمزة الصغير اللي هو
هو حمزة السعدي اللي مولود 21 توفى 76. حمزة الصغير من أشهر الرواديد والكثيرين. فبس نأخذ مثال واضح على القراءة التعزية، فنأخذ قصيدة مشهورة لحمزة الصغير اللي هي يما ذكريني، اللي هي بها حميمية الآن سنتكلم عنها. يوم ذكري أنت مغزى فشبع من العرف ما حوم حنك قدام المرصى. يوم ذكري هذا الصوت لحمزة الصغير نازل يعني على تصوير ل تصوير تمثيلي لأرسل قاسم اللي هو سنتكلم عنه. هذه بلا يعني هذه القراءة والتعزية لها خصوصية لأن القاسم يعني تدور عن قصة القاسم ابن الحسن اللي هو ابن أخو الإمام الحسين وكان من فتيان آل البيت، وفي رحلة المجيء من الحجاز إلى الكوفة يعني كان عريسا، فإنه هذا الاحتفاء بالعريس الذي استشهد ففيها يعني خصوصية. المقرئ القارئ أو الرادود مو شرط أنه هو يكتب القصائد، يعني هنالك كثيرين يكتبون القصائد عادة بالمحكية وتقرأ في المناسبات. المراثي يعتقد أنها كانت في البداية تقرأ بالقراءات الفصحى ثم انتقلت إلى القراءات الموشحات ثم أصبحت تقرأ بالمحكية. تطلق عليها عدة تسميات محلية، مثلا بالعراق والكويت سموها اللطمية، بالشيلة أو العزاء يسموها بالمنطقة الشرقية من السعودية. قراءة التعزية يجب أن قارئ التعزية يجب أن يمتلك صوت جميل يعني هو أداء غنائي، ويجب أن يعرف قوانين أو المقامات للغناء التي سيؤدي بها. النوع التجلي الآخر أو التمثل الآخر هي قراءة المقتل الحسيني، يعني قراءة المقتل الحسيني ليست قراءة تعزية وليست لطميات. قراءة المقتل الحسيني قراءة خبر مقتل الحسين الذي كتبه تحديدا يقرؤون كتاب المقتل لأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي الأكثر اعتمادا. أشهر قارئي المقتل الحسيني في العراق هو الشيخ عبد الزهر الكعبي الذي بقي على امتداد يمكن 40 سنة، هو اللي يطلع لأنه كان هنالك تسجيل رسمي في الإذاعة. يقرأ بالفصحى، يقرأ خبر المقتل يعني كيف جاء يعني ضعن الحسين وآل بيته كيف جاءوا إلى الكوفة،
وما الحوادث اللي صارت، وبعدين تفاصيل المعركة، يعني يبرز فلان ويقتل ويبرز فلان ويقتل بالتفاصيل. وعادة يقرأ، يعني كانت في إذاعة بغداد وإذاعة صوت الجماهير تتوحد، لأنه يوم العاشر من محرم عطلة، حتى في أعتى زمن لزمن صدام اللي كان بيتشدد كان يطلع المقتل على إذاعة، في الإذاعة يبث في الإذاعة، ويوم العاشر كان عطلة. ومن النكات اللي كانت تقال في زمن صدام أنه يطلعون المقتل بالإذاعة ويعتقلون اللي سمعه. هذه كانت من الناس. يعني لنتعرف على قراءة المقتل، نسمع جزء من عنده حتى نعرف شلون تصير، يعني طريقة قراءة المقتل. أكيد سامعي وهواي قاموا يكرروه يعني. هذا بالعربي فصيح. حول بالعامية، مقاطع بي تجي بالمحكية، حوارات يعني زينب أخت الحسين تتحاور وياه وهكذا. لا هذا ما ويا لطم، المقتل ما يلطمون وياه، هذا بس خبر. لا ما المقتل ما بي لطم، هذه قراءة المقتل. و يعني قلدوا أداء الشيخ عبد الزهر الكعبي كثير من قراء المقاتل، رغم أنه أضيفت عليها أشياء أخرى الآن، ليس مقتل أبي مخنف فقط هو الذي يقرأ. بقى عندنا تجلي كبير وواضح ومهم جدا، اللي هو التشابيه أو المسرح الحسيني. المسرح الحسيني هو تقليد، يعني تمثيل الواقع، وهو أيضا موجود هذا، يعني بعض الباحثين يربطوا بعيد أكيتو بالعراق القديم، كان إنه كيف الإله السومري دوموزي أو الإله تموز البابلي كيف نزل إلى العالم الأسفل، وكيف عشتار كانت تنزل لتنقذ فيه. فكان في عيد أكيتو في رأس السنة البابلية يسوون تشابيه، وكذلك صلب المسيح يعمل له تمثيل أو تشابيه، وهكذا موجودة الظاهرة. هذه بدأت يعني شبه أكيدة أنه بدأت في إيران الصفوية، لأنه الرحالة كتبوا عنها، وبعدين تطورت وتركزت وتكثفت، وصار شكل التمثيل إلى في زمن إيران القاجارية، وانتقلت إلى العراق في من صارت أكو ضغوط عندما أسقطت الدولة القاجارية على يد رضا شاه سنة 25 عندما أعلن سلالة جديدة البهلوية، كان يحاول التحديث، فمنع وقمع المظاهر الدينية وقمع رجال الدين وقمع من ضمنها التشابيه. التشابيه الآن كانت بدائية، وهاي من عندنا سامعين أنه من يجي الحسين ومن يجي العباس، الآن وصلت مراحل من استخدام التقنيات الحقيقة مراحل مذهلة، يعني تقترب من صناعة السينما والمسرح. ممكن أنه نشوف شيء سريع لتشابيه مال هالسنة مال 2018 في قرية في جنوب العراق، هذه مستخدمين بها طائرات للدرون، حاطين بها كاميرات، يعني تتخيل انه كاميرا درون، يعني شوفوها، شوفوا المساحة مال المكان، بالناصرية. باعوا المخيم، يعني الشغل اللوجستي مال التشابيه، باعوا إدارة المجاميع، يعني إذا تشوفونها إدارة المجاميع من تتحرك، هنا أكو مثلا هذه الحافرين وحاطين مي حتى يصير نهر العلقمي، يعني الجزء اللي له علاقة. وطبعا كل تفاصيل قصة المقتل تمثل، يعني
أبو الفضل العباس عندما يذهب لجلب الماء، الإمام الحسين يعني تشوفون الشغل متطور يعني. أي يعني هاي اللقطات البانورامية مؤثرة وبتقنيات ممتازة يعني. هذه وصول أبو الفضل العباس إلى الشريعة حتى يملأ يأخذ الماء إلى أخيه الإمام الحسين. مع صوت، مع أداء صوتي، إنه الآن أكو إمكانية اللاود سبيكرز، فقبل كانوا الناس بس يشوفون المشاهد. تقنيات الفرسان يعني بقى الدولة يحتاجون تدريب كلهم، إدارات مجاميع. يبقى عندنا من تجليات العزاء الحسيني ظواهر جديدة تعتبر يعني قسم يعتبرها قديمة وأعيدت لكن كادت تندثر، والآن لسبب ما ظهرت وبزغت بسبب الظاهر أنه تضمحل وتكبر من أكو ظروف موضوعية تحيط بها تنفخ بها أو تقلصها. من ضمنها الظواهر إذاء الجسد اللي حكينا عنها لكنها غريبة كانت، مثلا التطيين، هذه مسألة أنه يطينون نفسهم كلتها، أو فشيء اسمه زحف الكلاب أنه يسحفون من الإمام الحسين إلى الإمام العباس، أو المشي على الجمر. هذه طبعا كلها بها تأثيرات من واضح من الديانات الشرقية، وهي بشكل عام مرفوضة سوى قلة قليلة من فقهاء الشيعة. الوجبة الطقسية جزء مهم من تجليات عاشوراء الأنثروبولوجية. الوجبة الطقسية تلعب دور كبير في توحيد أو جمع المؤدي الطقس وتشركهم مع بعض. والوجبة الطقسية موجودة في تقريبا في كل الأديان، لها علاقة بالقربان، لها علاقة بالسلوك الجمعي، لها علاقة بالتوحيد، لها علاقة بإحساس الفرد أنه ذائب في المجموع. هناك أكلات مميزة أو معروفة مرتبطة بالعزاء الحسيني، مثل الهريسة اللي هي من تصنع من الحنطة واللحم وتترك على نار من ليلة التاسع لكي توزع تؤكل في العاشر، ما يضاف عليها السمن المسخن أو السائح والقرفة أو الدارسين. وهناك طبعا أكلة القيمة والرز أيضا من الأكلات المشهورة. وهناك في فضاء الانثروبولوجي للعزاء الحسيني أكلات خاصة في أجزاء من العزاء، مثلا في عرس القاسم هناك شيء في اليوم الثامن من 8 محرم هو يخصص للاحتفاء بالقاسم العريس اللي تكلمنا عنه. فهناك احتفاء خاص اللي يسموه صينية عرس القاسم، توضع بها الآس والحنة ويوزع الشربت أو العصائر وأنواع من المعجنات مثل البقسم بالقراية. فهذه جزء من الأكلات الطقوسية. الأكلات الطقوسية تطبخ بكميات كبيرة، كميات ما يستطيع شخص واحد أنه يطبخها، فلذلك ممكن أنه يشتركوا كثيرين. يعني هناك متعهد للطبخ لكن الناس يسموها يذبون وياه بالجدر، أنه يشاركون بالطبخ. فالأهمية أنه اللي دا يطبخ يأخذ ثواب، واللي دا يوزع يأخذ ثواب، واللي يأكل يأخذ ثواب. بالإضافة إلى أنه العلماء الوظيفيين الأنثروبولوجيين الوظيفيين ينظرون لها بنظرة أخرى، أنه المشاركين في العزاء نتيجة حزنهم، نتيجة تفرغهم لأداء طقوس العزاء، يكونوا غير متفرغين للطبخ. يعني العوائل تكون غير متفرغة للطبخ فتذهب لتأخذ الطعام وتأكله بثواب الإمام الحسين.
تبقى كربلاء تحتضن بأديمها جسد الإمام الحسين وأجساد صحبه وأهله ممن استشهدوا في الطاف، وأيام عاشوراء ممكن أن نتعامل معها كفضاء ثقافي وديني وفولكلوري ومهرجان حقيقي للشهادة، ممكن أنه نقدم للعالم كهوية فيها التحضر والجمال. وشكرا لحسن أصغاركم. شكرا جزيلا أستاذ صادق الطائي. حقيقة ناول الشعار الحسينية كظاهرة اجتماعية بمنهج علمي غطى كل جوانبه. تبقى ظاهرة الشعار الحسينية حقيقة فيها أكثر من جانب، فيها جانب نفسي، فيها جانب ديني، فيها جانب يتعلق بالإيمان، فيها جوانب أخرى، فيها حتى جوانب لها علاقة بالقيم وكثير من الأمور اللي هي ممكن أن نعرفها. لكن اليوم تناولها بشكل جميل من ناحية اجتماعية سوسيولوجية أيضا بنفس الوقت، وبنفس الوقت أخذها بالتفصيل وكيف تطورت الظاهرة مع تطور طقوسها، وهذا شيء مهم. نفتح باب الأسئلة والتعليقات إذا سمحتم. نبدأ أستاذ حسين سكافي وبعدين جلال. شكرا للأستاذ عزيز لما قدمه بشكل علمي ومكثف، بس أحببت أن أشير إلى بعض الظواهر. أرس القاسم هو أصلا قضية لا أصل لها، ولكن كمعادل للتراجيديا فلا بد من وجود شيء يدق الأمل. هذا شيء يعني كأنه القضية لم تنتهي، وإنما هناك ولادة وهناك عرس، وتعرف العرس وما يرافقه من قصب واستمرارية. هذه أصور بها هالرمزية. شكرا جزيلا. والشغلة أو شيء آخر اللي هو قضية البطولة التي طرحت بالمقتل. طبعا نسمع المقتل، الأرقام التي تطرح بالقتل شيء غير طبيعي وغير معقول ومبالغ به، كما يقال مثلا أن العباس أخذ على الميسرة فقتل كذا، يعني لو تحسبها بالدقائق قضية لا يمكن أن تنحصر بالزمن. ولكن بما أن هذا التراث من ضمن التراث الشفاهي، التراث الشفاهي حتى تحافظ الرواية أو تحفظ الرواية وجودها يصير فيها أخبار مبالغ بها تسمى التور، فالعدد المضخم ليس هو لأجل تمجيد الفارس، وإنما الراوي ينقلها حتى تبقى الرواية موجودة، لأن هذا يصير بالمئات فالكريد يصير وما راح ينتهي. فهذا معروف أيضا كل التاريخ الشفاهي أن الرواية لابد أن تكون فيها أكثر من تور، سواء حزين أو بطولي حتى يحفظ الرواية. وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور صادق على المحاضرة القيمة. شعار حسين امتد على مدار التاريخ، بداية من بعد مقتل حسين. هناك رواية تذكر أنه يوم 11 من محرم و 12 من محرم من دخول السبايا للكوفة وجدت نوعا من هذا اللي ذكرت أنت من التراجيديا. كذلك بعد 5 سنوات من استشهاد الحسين في خروج التوابين لعين الوردة، هناك بعض النصوص التاريخية من مصادر قديمة تذكر بعض الأشياء اللي بالفترة. أما في مرور الزمن ارتبطت بالواقع الاجتماعي والحضاري لكل قوم، نلاحظ القرن الأول ومنتصف القرن الثاني لحد منتصف القرن الثاني الشعار اتخذت موقع العزاء، خصوصا لهم عليهم السلام في بيوتهم شعار وفاء، كانت هذا بداية الشعار الحسيني. مع مرور الزمن دخلت عوامل وجوانب مثل ما ذكر الأستاذ تحسين، جانب سياسي استغلوا لهذا الجانب، البوهيين في حقيقة أنهم لم يكون إمامية، كانوا زيدية زيود. نعم. من دخلوا إلى السلطة في بغداد استغلوا الجانب الإمامي في موقعة في زمنه، الإمام إنه لازم يكون، إذا كان زيدي لازم يسلم هذا الأطروش العلوي اللي كان هو بيوقع الإمام، زيدي لازم عنده إمام مستمر ولا متنقطع، إمامية قطعت بعد الإمام الحسن العسكري قطعت، فلازم له وكيل، وتحول إلى المذهب الإمامي ليكون وكيلا للإمام المهدي، فاستغل هذا الجانب اللي بتكلمنا بها مثل ما بالممر تكلمت بها، هذا التطين نصر التبن عند النساء
حمل المشاعر، الندب، العطلة يوم 10 من محرم، هاي كلها وجدوها البويهين. لكن التطور اللي أكثر اللي دخل فكرتنا في زمن الصفوي، يعني بالقرن الرابع والخامس هجري كانت هابد محدودية. بالقرن العاشر و 13 هجري دخلت أشياء معظمها يمكن ما موجودة واتخذت بقومية غير قومية عربية. يعني عندك ساعة تعازي يعني لم تنسب إلى العرب، ما موجودة بالعرب، ما موجودة عند القومية العربية، وإنما وجدت من أقوام أخرى من فارس أو ترك أو هنود أو أنواع أو قوميات أخرى. دخلت هذه كل الجوانب. إذا تسمح يعني فقط لأنه حتى نعطي مجال لأكثر. هذا أنا بالنسبة لي خلص، بس عند الأستاذ أبو زيد عنده سؤالين. السؤال الأول، كلمة طقوس تستثنى من العبادات الوثنية يقول، وعند ملاحظة ثانية يقول لا توجد مدينة في العالم توفر طعاما يوميا لأكثر من 5 ملايين زائر. شكرا جزيلا. شكرا. طيب شكرا. نجمع الأسئلة وبعد الجواب. تفضل ستريم. مو ثلاثة حتى اللحظة. هاي هو هذا آخر سؤال. نعم. هو سؤال سريع، إنه لماذا يعتم على العزاءات النسائية؟ ليس هناك دراسة حسب ما عندي، ليس هناك دراسة وليس هناك أي تفاصيل تذكر كأنما تعتيم كامل، كأنما حرام أو عيب أو لا، يا تسلط الذكوري موجود أو لا لا لا، عورة. صوت الملاية هو عورة، صوت القارئة عورة يعني. ومرة بالصدفة سجلت في إحدى العزاءات، يعني رادت تقتلني الملاية. لا بس سؤالكم خارج يعني بيها كثيرة كثيرة جدا، يعني ما يحتاج أن نسجلها ونطلعها حتى لا يعني لا تظهر النساء مثلا بصورها. بس هي يعني جديرين الناس اللي يعرفوها. نعم. خلي اجاوب دكتور. انا رايي انه نجمعها وما لحق عليها بعد، ما لحق عليها. طيب بالنسبه للاستاذ ابو زيد استاذ حسين سكافي، انا اشرت بالبدايه علاقه الانثروبولوجيا بالتاريخ، وانها وين يقف التاريخ الظني، وين يبتدا التاريخ الحقيقي، وماذا قالوا اساتذه او رواد الانثروبولوجيا عن هذا الموضوع. وأنا أخذت مسحة سريعة للتاريخ للتعريف بهذه المسألة. مسألة أنه أرس القاسم موجود أو لا، هو أعتقد بالمقتل أبي مخنف يشير إلى أنه يعني يشيرون إلى وجود هذا العريس، أعتقد موجود، ما متأكد من المعلومة بس ممكن أن نتأكد من عتها. رمزية دلالة لأن القاسم 11 سنة لم يبلغ الحلم. طيب أنا ما أدري عمر الزواج الحمد لله. طيب فإذا هو تاريخيا غير موجودة، لكنها كظاهرة اجتماعية، كظاهرة يعني كظاهرة ندرسها أنثروبولوجيا، هذا الطقس اللي موجود بها يجب أن نشوف شن هو ونصل الضوء عليه وشنو اللي دا يصير. بالنسبة للتاريخ الشفعين بس لا تسمح لي النقطة، يعني هسا أي شخص شاب يستشهد أهله يسووا له عرس أثناء التشييع. نعم. هذا فكيف إذا احنا دا نحكي على موضوع برجل مقدس. نعم. يعني بالنسبة للتاريخ الشفاهي ومدى دقة الأرقام ما أعرف شنو، هذا خارج إطار المحاضرة، لأنه هذا يدخل في التاريخ وأنا لا أتكلم في التاريخ، أنا أتكلم في الأنثروبولوجي. بالنسبة لأستاذ سعد مختص، وتذكرون محاضرته عن المقاتل يعني تاريخية المقاتل، وهو يعني الرجل مرجع وإن شاء الله عنده كتاب في هذا الموضوع. أنا ردت ما أعطي مجال لأنه أعرف كل الزين. طبعاً بالجوانب التاريخية اللي اتطرق لها من ما قبل البويهين إلى البويهين إلى الصفوين، هذه مراحل كلها تاريخية طبعاً أكيد. أسئلة أستاذنا الدكتور رؤوف أبو زيد، ما التفريق بين الآن الباحثين بطريقة ما أوجدوا التفريق بين الشعائر والطقوس بالنسبة للمسلمين، هي بالإنجليزي يتعامل معها بكلمة rituals اللي هي الجزء العملي من الدين، يعني التطبيقات العملية من الدين، لكن لأنه كلمة شعائر وردت في القرآن وفي إشارة إلى الجانب العملي، يعني شعائر الحج تحديدا والصلاة والصوم والأشياء الظاهرة من التدين، فهذه الكلمة الطقس أصبح علماء العلوم الاجتماعية يشيرون إلى أنه ما غير المقدس، يعني الإجراءات الدينية الاجتماعية، يعني اللي الناس أوجدوها، يعني مثلا الذهاب إلى الزيارة أداء فلان شيء يطلعون ثواب، هو مو
المجبر بتشريع. فالتشريعات هي شعائر، وغير التشريعات يعتبروها طقوس وليست فقط الوثنية. الوثنية هنالك طقوس أيضا طبعا بالتأكيد. يعني مسألة الإطعام، أنه مدينة تطعم 5 ملايين أو أكثر يعني زائر في هذه، طبعا هو فتشي يعني هن تقريبا هاي الظواهر الميجا تعد على الأصابع. يعني أكو الحج الهندوسي نهر الكنج، هذا أكبر ظاهرة بالعالم لأنه تقريبا تصل ل 12 مليون إنسان يتجمعوا في مكان، والزيارات العزاء الحسيني والحج إلى مكة، هذه الظواهر الميجا يعني أنه تتجمع فيها ملايين. تقديم الخدمات والطعام وكل شيء، فأكيد لذلك إحنا نحتفي به ونقول يجب أن يكون كرنفال. سؤال عزيزتي ستريم، إنه لماذا الملاية هنالك تعتيم عليها؟ طبعا هو إنه هاي مثل ما ذكر دكتور تحسين، إنه المجتمع الذكوري ما يخلي المرأة تطلع، ما هذه كلها طبعا موجودة، بالإضافة إلى إنه هذه مسألة الحرمة، يعني حرمة النساء وما إلى ذلك. لكن هل هنالك دراسات أو لا؟ طبعا أكو دراسة الآن حديثة، إذا يمكن دا يشوفونا صديقنا سعدون محسن ضمد عنده رسالة ماجستير عن الندب النسائي، يعني عن الطقوس الندب النسائي بشكل عام، مو بس يعني عن في العزاء الحسيني، يعني اللي عندها وفاة القراءات اسمها أعتقد أحزان، نقوش الأحزان على الصخور أو في شيء. هي رسالة أكاديمية في كلية الآداب قسم الاجتماع عن اللطم والندب النسائي. شعري عالي جدا. نعم، هو متناولها بدراسه ممتازه، دراسه انثروبولوجي. شكرا استاذ ابو جعفر، العفو جلابك رفعت يدك. شكرا جزيلا استاذ صادق، حقيقه هاي الامسيه يعني لا ينقصها الا ان نرجع الى بيوتنا باطباق قيمه. هاي صادق عليك ماركوس. مداخلتين، واحدة أنه بداية العزاء الحسيني بالأدب العربي بعيد مقتل الحسين ب يعني أقل من 50 سنة، وبدأت بشعراء أوقفوا قصائدهم وأشعارهم لغثاء سيدنا الحسين ومن استشهد معه، ويعني موجودة الهاشميات وتعبير الخزاعي وحميت ويعني الأبيات المشهورة مقاتل منازل آيات خلت من دار ومهبط وحي مقتضل على صاحي. أذكر هذا البيت أذكر هذا البيت بالتخصيص لأن فيه خصوصية أن الرثاء والبكاء كان له شأن عقائدي، وهو انقطاع السلسلة النبوية الشريفة أولا، أو آية إلى الانقطاع، وتوقف الوحي بموت حملة هذا الجانب الأدبي. الجانب التاريخي هو في زمن أبو جعفر المنصور حدثت مقتلة أو سبي مشابه إلى مقتلة وسبي الإمام الحسين، وهي ثورة إبراهيم ومحمد أولاد عبد الله بن الحسن بن الحسن محمد نفس الزكية. نعم. وأيضا تم السبي من المدينة المنورة إلى بغداد على يعني وقعت الحرة بعد الطف أيضا. هل يوجد في التاريخ العزاء الحسيني شيء يذكر عن سبي آل الحسن ومقتلة عبد الله بن محمد بن نفس الزكية؟ طيب شكرا جزيلا. طبعا لا شك محاضرة قيمة جدا، واقعة كربلاء وظاهرة الشعائر الحسينية ترافقها هي ظاهرة متفردة بكل المعاني، وتستحق فعلا أنه تأخذ مجالها الكافي على الأقل في مجال الدراسات الإنسانية، لأنه هي كبيرة بكل المقاييس يعني، ومهمة ومؤثرة في تشكيل الوعي الجمعي يعني حتى تتجاوز الحدود الجغرافية بكل المقاييس. المنبر لا أدري إذا ما سمعت بالضبط وقفة عنده، وهو واحدة من النقاط المهمة والمؤثرة في
الترتيبة هذه اللي ذكرتها، وهي كانت أيضا تفاصيل كثيرة. بس المنبر إلى 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 خصوصيته أيضا، لأنه يبقى ويا الناس تقريبا 10 أيام الأولى، وإنه بيدخل يأخذ 3 أيام الدفنة ويأخذ، فهو همينة إلى دور بتكريس بعض القصص. نعم. يعني يحولها من مجالها الاجتماعي، يعطيها بعد تاريخي ويحط لها شوية أحاديث. فالمنبر نقطة مهمة ما ذكر، وردت أنت ذكرت بشكل عام بس ما طبيت لها بشكل هيك فصلت بيها، ما أدري يمكن لين ضيق الوقت. أنا جاي أجمع وثائق صار فترة على شيء أسميه الإذلال المقدس، لقيتك ذكرته أنت بس ما بس ذكرت التضييم وشكل هذه الظاهرة اللي هي جاي تنمو بشكل كبير، وما أكيد هي موجودة بقى. أنا مثلا قريت في المسيحية أكو هيك ظواهر، هذه ظاهرة الإذلال المقدس اللي جاي تنمو بشكل كبير جدا، بحيث جاي أشوف بعض الزوار يتشلب بالواحد بالشارع حتى يبوس رجله. ما له علاقة بشيء يعني، بس ما أعرف هذا أيضا شلون ممكن تعاطي معه. ولا يعني بس يجي معلق يعني اليوم إذا تروح روما وتدخل بأحد الكنائس أكو 14 درجة ذهب تصعد عليها العاقر على رجلي على ركباتها، وهاي العاقر ده أقول لك جاي من هولندا ومن أمريكا ومن يعني لا جاي من الصفحة ولا من الصفحة، هي الناس تأخذ هالاتجاه. تفضل دكتور. شكرا أستاذ صادق على هذه المحاضرة اللي ذكرتني أنا هذول المقرئين اللي جبت سبقهم، أنا حاضر لهم كرملة وحاضر مآتمهم الشيخ عبد الزهرة هاي تسجلوها رجال حمزة صغير تسجلوها اعتراف قيمة عالية اليوم ما بيه كل هذه أنا مشارك فيها كل الأشياء اللي احنا نسميها عزة طواريش باقي العراقي يعني الكرملة نسميها عزة طواريش باقي العراقي يسموها رخضة طواريش وهاي المواكب والأزياد بس أعطيك شوية نواقص يعني أنا مسجلها اللي أتذكرها من بالي من 30-40 سنة على مدة للريكوردينج نعم بالأكل ما ذكرت الشلة والزردة لأن أكلتين مرتبطات بالظاهرة الحسينية عندنا في العراق هاي الأكل أتذكر كان عندنا المشاعل أعتقد واحد عندنا المشعل يجي على شكل سفينة ونوع ثاني المشعل يكون دائري لفوق ما أعرف شنو اسمه ما أتذكره شنو؟ مال قاسم لا هذا مش عارف هذا شيء ايضا كان موجود بكثره استخدفة تقريبا التكيات كل من يفتح له تكيه ويخلي بيها الالات واضويه وما ادري ايش اختفى عم تطور اختفت حاليا التكيات ما هذه كانت موجوده عندنا يوم 13 يوم ثالث الامام ثالث يودون شمعات للمخيم منطقه المخيم وليس بالحسين للخيمه جاي راح شمر شموع واحتفال ويزعون خضروات معينة يوم 13 يجون بني أسد بالقوس وبالسلال مالتهم يزعون تمام بس آخر نقطة يعني أنا جدا يعني عليك لازمة أستاذ صادق ما حكيت عن ظاهرة الأربعين يعني هاي الظاهرة العالمية اللي تجمح الملايين الأربعين إيش قد تصدف بالشهر؟ يوم 20 صفر أنا دا أحكي عن عاشوراء أي لا مو الأربعينية مرتبطة بيها لا مذاك صفر من نسوي محاضرة على 40 على 40 يعني تفضل دكتور كريم الحج ليلة العاشر المحرم بعيد عن تفاصيل شعائر الله يعني مثل ما طرحت انه او يبدو معلوماتي انه بالعراق تحدث شيء متركز مستمرة ومستمرة فترات حياة طويلة الحقبة الزمنية وما زالت باجتهادات وغيرها فهل ترجح هذا لسبب مثل ما تفضلت لأنه أكثرية الشيعة كسكان أم أكو احتمال لسبب آخر هو أنه أرض العراق بحضارات مستمرة قديمة 4000 سنة قبل الإسلام وبالتالي سلطة متركزة وحروب دائمية وقتال دائمي فعملية التوجع ومظاهر الألم والنحيب موجودة بالطقوس التاريخ هل أكو صلة؟ نعم لأن بعض هذا يطوح هذا البعد مثلا يربطها ويا أسطورة أنانا لما الدموزي ينقتل ويروح نعم وأنا أشارتي لهذا
هل اكو ربط فعلي ام هاي نعم. مبالغه؟ نعم خليني اجاوب. نعم شكرا جزيلا. هذا هو اخر سؤال يعني نجاوب نعم. على اسئله خلينا ناخذ بالنسبه خارج القاعه. نعم بالنسبه لاستاذ حسان الحديثي ايضا يعني نفس الاجابه لبعض الاصدقاء انه يعني اريد اعزل التاريخي عن الانثروبولوجي والاجتماعي. طبعا هنالك يعني مقاتل الطالبين ممتده على امتداد التاريخ، هنالك الحره، هنالك مقاتل في آل الحسن غير اللي حصلت في الطف، لكن هذه كانت نقطة فارقة في التاريخ فكان لها هذا الصدى. أنه يعني سيفنى نسل الرسول أو لا يفنى، هذه طبعا من وجهة نظر سياسية في وقتها، لأنه العباسيين مثلا كانوا يعتبرون نفسهم آل الرسول حتى إذا قضوا على العلويين كلهم، لأنهم يعني يعتبرون نفسهم هم امتداد الرسول وهكذا، لكن ما أريد أدخل بالمواضيع التاريخية. بالنسبة للأستاذ غيث التميمي أشار إلى المنبر الحسيني. منبر الحسيني الحقيقة هو جزء جامع يعني أو ظاهرة جامعة لمجموعة تجليات طرحناها. إحنا تكلمنا عن التعزية وتكلمنا عن المقتل من ضمن التجليات، والمنبر والرادود أو القصيدة الحسينية. المنبر الحسيني هي محاضرات تقرأ ليست في محرم فقط، تقرأ في محرم في العشرة الأولى وفي العشرة الثانية وفي العشرة الثالثة، وتقرأ في رمضان وتقرأ في المناسبات الدينية. قارئ المنبر الحسيني عادة ما يكون مثل الرادود، يعني لازم يعني يجب أن يكون رجل دين، يعني متزيي بزي الدين، يتكلم في موضوع ممكن ديني ممكن فقهي ممكن، وفي النهاية يربطه بكارثة أو مصاب الحسين ويقرأ جزء على شكل مناحة. هذا ممكن أنه نعتبره تجلي. هو رجل الدين الوحيد اللي تنتبه لي بالقصة كلها، كل مظهر اجتماعي دور أي وحيد رجل الدين أي اللي هو عادة إذا 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 تسمح لي أشير إلى إشارة معينة، أنه رجل الدين هذا في التراتبية الأكليروسية يعني هو من المراتب المتواضعة، يعني ما تلقي بالنادر حتى ما ننحط بموقف محرج، بالنادر ما تلقي آية الله أو حجة الإسلام والمسلمين يقرأ منبر أو يقرأ ما. أكو كم إشارة ما أريد نشير لها، بس أنه عادة قارئ المنبر هو رجل دين لم يتم دراسته الفقهية، يعني أخذ مرحلة السطوح ولف عمامه وصار يقول محاضرات يعني، بس هو مثلا ما يستفتى، هو ما يقول آراء فقهية عميقة. من تريد الفقيه تروح للفقيه. هذه مسألة المنبر الحسيني. بالنسبة للدكتور يوسف الفضاء بتجليات الإدلال، هذا لأنه أني دامجة ضمن طقوس إدلال الجسد أو طقوس إيذاء الجسد، والإدلال هو جزء موجود في كثيرا في الأجزاء الغنوصية والصوفية، يعني إدلال الجسد للارتقاء بالنفس، فممكن أنه بالرياضات الروحية أشارت إلها، ممكن بإيذاء الجسد، ممكن بالبتر، يعني كانت هنالك أكو واحدة من المذاهب المسيحية تمارس الإخصاء، يعني يتم البتر لقمع اللذات حتى يصير الارتقاء وكذا، هو جزء من الإذلال. والآن مثلا منشوفه بالإذلال اللي دا تكلم عنه مو بالعشرة اللي احنا دا نحكي عنها، مثلا زوار الأربعين يقعدون يمسحون رجليهم أو يغسلون رجليهم، حتى هذه موجودة مثلا يمارسها البابا في عيد معين، انه يغسل أرجل المخطئين، يعني يجيبون مجرمين من السجن والبابا يغسل رجلهم، اللي هو هذا الإذلال المقدس. بالنسبة للدكتور يوسف الأشياء اللي أشارت إلها هنالك مظاهر أو تجليات أنا لم أتكلم عنها، لم أتكلم عن الأربعين، لم أتكلم عن أشياء أخرى بمناسبات أخرى يمكن اختلطت عليك، مثلا الشلة اللي هو شيلان الزهرة ليس له علاقة بمحرم، يعني يطبخ في موسم أو في مناسبة ثانية، أكلة طقسية لكن يطبخ في موسم ثاني. الزردة والحليب يطبخ في مولد النبي وليس له علاقة في شو اسمه، وأكو بس اسمح لي، وأكو اللي هو شوربة الماشي اللي يسموها الآش زين العابدين،
هذا أنه كان مريض فطبخه لي هذه طبخة، وهي تطبخ ليست في عشرة محرم. الأكلات اللي تطبخ في محرم كانت محددة، الآن انفتحت كثيرا. موضوع المشاعر موضوع مهم الحقيقة، أنا كنت محضر فيديو لكن لضيق الوقت. هذا يعني شبه أكيد غير المشاعر اللي ذكرها سعد اللي هي المشعل الواحد، مشاعل كانت تطلع مسيرة بالليل شايلين مشاعل. هذا المشعل مختلف وطقسة مختلف وغريب، وأعتقد أنه يعني أنا ما متأكد من مصدر، أعتقد أنه جاء من الشرق يعني من الهند أو من الصين. مشعل عملاق يعني تقريبا طول 3 أمتار بمشاعل يحطون بها وقود يعني نفط ووقود، وبالحضرة هذا من لو يصور بطريقة فنية فشي مذهل، لأنه الحضرة مليانة بشر والشخص حاط هذا المشعل يحطه يثبته بحزام ويثبته على كتفه ويفتر به. فتخيل 3 أمتار بفتشي مثل الشي ألمانة ثقيل ده يفتر به، يفتر وهذه النيران والأشياء الشرر تطاير وتباوع الناس مثل الموج، يعني من يجي هم يدنجون بعدين يقوم فتصير هاي الحركة. فهي طقس احتفالي البعض، شوف عندك البعض وحط عليها فد 12 خط احمر جواها، يربطون هذا المشعل بحرق مخيم الحسين بدون اي دليل او سند تاريخي. انه الناس تروح لبتالث الامام للخيمه قاعد تودي اشياء تروح، هذه كلها طقوس على هامش الطقس المركزي اللي حكينا عنه. استاذ كريم السبع ما اعرف بالنسبه لهذه، انه من البداية قلت أنه الأنثروبولوجيين أو العلوم الاجتماعية يتحاشون استعمال التاريخ الظني، يتحاشون ربط أشياء مترابطة قد تبدو مظاهرها مترابطة لكن لا دليل على ترابطها، على علاقة العزاء أو اللطم أو الندب البابلي أو السومري امتد ليصل إلى الندب على الحسين. هذه خطرة يعني مسألة خطرة أنه تربط هذه بهذه بدون دليل، ممكن أن يكون ممكن أن يكون مؤثرة، لكن يعني الباكستان ما عندهم سومريين بس يطلعون يلطمون أكثر من العراقيين. الآن العراقيين يضربون زنجيل بالباكستان قاموا يضربون بالمقص هذا مال الزرع يطعنون نفسهم لا لا صار لفد يعني مثل عمر العزاء الحسيني عندنا فد 100 سنة يعني هو تطور الظاهرة زين. فالظاهرة بها تجليات مختلفة، يمكن قال علي أستاذ سعد لها علاقة بطبيعة الشعوب طبيعة المجتمعات. عندنا سؤال بس فقط من المتابعين. الشكر لجميع متابعينا وهم يمكن يتجاوزوا الآلاف. الآن الأخ أحمد سيد علي يقول التالي: شاعر حسينية عند العلويين مختلفة جدا، وحبذا لو عرج الباحث على تناول الفكرة الشيعية غير الإمامية مثل إسماعيل والعلويين. جزيل الشكر لمتابعاتهم أيضا وباتري الموبايل خلص تقريبا. شكرا جزيلا. بس نقولها بسرعة وبعجالة، طبعا هنالك الطائفة الإسماعيلية تحتفل بطريقة مختلفة عن الظاهرة الإمامية. نحن تكلمنا من البداية تكلمت عن الشيعة الإمامية يعني عاشوراء أنثروبولوجيا لدى الشيعة الإمامية بالبداية حددت. العلويين اللي هم يعني كان اسمهم كانوا يسمون النصيرية الآن أصبحوا يسمونهم العلويين، وفيها تفرعات قريبة وبصفها متوازية اللي هي عندنا العلالهية والبرجوان وحتى الشبك اللي هي الطوائف اللي كلها تجمع تحت مسمى غلاة الشيعة. هذول عندهم طقوس قد تكون مختلفة باتجاه المبالغة، يعني المبالغة بالإيذاء، المبالغة بالتعذيب النفس، المبالغة بطقوس معينة الفقهاء أو رجال الدين الشيعة يرفضوها ويعتبروها دخيلة على الطقس. شكرا جزيلا. في نهاية هذه الحديث الرائع للأستاذ صالح القطائي، يمكن أكو باقتي ولد من السيدة فوزية عليكي والدكتور عمر الصقبان تحية. ظاهرة جديدة حضارية حقيقة حية. شكرا جزيلا. بدلا عن التطبير
يتبرعون بالدماء لاحظناهم في أكثر من مرة. طبعاً كل الشكر للأستاذ اسمحونا بعد رجعنا شكر للأستاذ صادق الطائي من المنتدى العراقي، الهيئة الإدارية والعاملين في المنتدى العراقي لكل المساعدة اللي قدم لنا إياها، وفخورين جدا بالأفلام اللي اختارنا إياها بالشهر مرة، وباشر عندنا فيلم راح هو اللي اختاره وهو اللي راح يقدمه اسمه زهرة الصبار. نتمنى أن نشوفكم بالكنيسة في هامرسميث. شكرا جزيلا. عندنا أيضا الأستاذ عمر الصقبان. شكرا جزيلا للحضور جميعا.